ما حضراتكم بتسمعوا مني ومن احمد ومن غيره ومن غيره ومن غيره، حتى وهو متنرفز هادي، يعني حتى وهو متنرفز هادي بيتكلم بمنطقيه، بيتكلم بحقيقه، وبيقول لك في الاخر كل الناس بتحبه. وانا متاكد ان كل الناس اللي بيتكلم عنها دي سواء بالايجاب او بالسلب كلها بتحبه، عشان كده عماد متعب يظل دائما جوه قلب كل اهلاوي الحقيقه يعني. ويعني مش اكتر من الحاجات اللي مبعوته حضراتكم بعتينها دي، يعني انا بجد بسم الله ما شاء الله، يعني في ثانيه الدنيا رايحه في حته تانية. يعني عارف انا عايز الحق اي حاجه للناس دي بجد، علشان يعني كتير قوي. اه كابتن سلام، الحمد لله دي الحاجات الواحد بيخرج بيها من الكوره، يعني علاقتي بزمايلي، علاقتي باحمد فتحي، علاقتي بالشريف اكرامي، علاقتي بحسام عاشور، علاقتي بلعيبه كتير جدا جدا، مش عايز انسى حد يعني. علاقتي بيهم الحمد لله علاقه جيده جدا، علاقتي بالجماهير علاقه جيده جدا جدا. زي ما بقول لك، بحس ان انا الحمد لله عملت حاجه. عملت حاجه، وانا ما بصيتش على اللي انا عملته غير لما بطلت. لان طول ما انا بلعب انا كنت شايف ان انا ما عملتش حاجه خالص، طول ما انا بلعب انا شايف ان انا لسه قدامي، لسه في حاجات. كل لما بطلت بقى حسيت، لما بطلت حسيت بدات اعد بقى. انا جبت كام جون، انا خدت كام بطوله، انا ايه الايام اللي كنت وحش فيها، لا يعني بدات اشوف ايه. لكن طول ما انا بلعب انا كان كل هدفي ان انا، لا انا ما عملتش حاجه ولازم اتعلم واتمرن عشان اعمل اكتر. طيب برضو قول الو، انا مش هم مش عايزين يقولوا لي حتى ماشي مين. الو قناص، الو الو، ايوه ده قناص. ده اكرامي. اكرامي عامل ايه على طول كده؟ انت هو انتوا متفقين ولا ايه؟ لا انا يعني انا بالصدفه فتحي واكرامي كنت بكلمهم امبارح. يعني اكرامي بكلمه بقالي يومين في اليوم 3-4 مرات، وفتحي كنت كلمته قبل المباراه وبعد المباراه. ازيك يا كابتن شريف؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ وحشنا اولا وجودك، يعني طلتك الحقيقه وحشانا. اخر طله ليك كانت مع الكابتن شوبير، كانت حاجه جميله وحلقه جميله جدا يعني بسم الله ما شاء الله. ولكن الناس يعني عايزه تشوفك بقى مره تانية في الملعب، يعني بسم الله ما شاء الله. وقت طويل جدا جدا قضيته جوه الملعب، ولسه قدامك وقت اطول يعني يا شريف. حبيبي ربنا يخليك يا اسلام. انا في البدايه انا سعيد ان انا متواجد معاك، يعني اول مداخله عندنا من فتره طويله جدا على قناه النادي الاهلي، يعني قناه البيت الكبير بتاعنا. وسعيد جدا ان انا يعني بشوف عماد متعب في شاشه قناه الاهلي، الطبيعي ان هي تحتضن كل ابناء النادي الاهلي، فانا سعيد جدا جدا بالدخله دي بامانه في وجودكم انتوا الاثنين يعني. يعني انا بص اعتبرني انا اللي بشكرك جدا يا شريف طبعا على المكالمه الجميله دي، وعايز اقول لك اعتبرني مش موجود، يعني انا النهارده اعتبرني مش موجود. عايزك تتكلم مع عماد، يعني تحكوا لجمهور النادي الاهلي اللي بيتابعكم، يعني مش عايز اقول بالملايين عشان ما بقاش يعني، لانه انا جاي لي مثلا على هاشتاج حاجه كده كبيره جدا، لكن احكوا ذكرياتكم كده عن النادي وعن حياتكم خلال الفتره. اعتبرني مش موجود يعني، انا يعني اعتبرني مش موجود. انا هقول لك يعني مش كل حاجه يا اكرامي يا شريف، حاول تكون حاجات خفيفه كده بس. لا شوف، انا مش هحكي للناس كلام برضو ياخدهم وداع وقتهم، انا هتكلم كلام مختصر. اعتقد ان هو ممكن يكون ناس ما سمعتوش قبل كده. عماد، انا نادرا يعني مش نادرا، ما اعتقدش انها حصلت قبل كده، ان انا دخلت مداخله مع ضيف موجود. انا عايز اقول حاجه بس يا شريف، ثانيه واحده اقطعك. شريف كان في جلسه من الجلسات اللي كنت قعدت فيها وانا عندي 29 سنه. مع كان لا بص كان... خلينا نتكلم في لا. خلينا نتكلم في... لا خلينا نتكلم في الحاجات اللي لا والله بهزر. انت قلت لي ده الكوميديا. اتفضل يا شريف. انا عماد انت ممكن بتخرج من وسط الكرم ده طبعا، واحنا كلنا في شغلتنا طبعا، ممكن تخرج بمعارف كتير وزمايل كتير، بس نادرا جدا لما بتخرج بصديق. فانا عماد متعب من القلائل جدا، انا خلاص صديق يعني صديق عمر وعشرة سنين ومعتز بيها جدا، وان شاء الله هفضل معتز بيها طول العمر يعني. حبيبي يا شريف. الحاجة الثانية، أنا عايز بس أعرف الناس حاجة عن شخصية عماد، ما أعتقدش إن ناس كتير تعرفها. ممكن عماد تعرف عماد، ناس عارفين عماد اللعيب الكبير الهداف الممتع جلاد الخرنوس كل الألقاب اللي إحنا بنسمعها دي، بس في جزء من شخصية عماد ما يعرف، اللي هي شخصيته الإنسانية. عماد ما أعتقدش هتلاقي يعني ناس كتير فيهم الصفات دي، وهتلاقي كل الناس اللي اتعاملت معاه بتجزم وفي إجماع على الحتة دي يعني. عماد من الشخصيات الطيبه جدا النقيه، اللي دايما ما تحسش ان هو عنده اي حساسيه من زميل او اي حقد من لعيب،
سواء بيلعب في مكانه او بيلعب في مكان غير مكانه او مثلا واخد مسؤوليه كبيره، انت عارف يعني ايه حساسيات من الفريق الواحد دي. عماد الموضوع عنده عباره عن مش هبالغ لو هي سيرو، انما عماد بيخرج منه رياكشن غريب عليه لما يحس مثلا ان هو مضطهد او مظلوم او مبخس حقه او في ترصد بالنسبه له. هو ده، وده يمكن يمكن الجانب الانساني اللي ظهر مؤخرا من عماد قبل ما يعتزل ممكن يكون انطباع خاطئ عنه. انما هو في المجمل 90% او 95% من شخصيه عماد هي عباره عن طيبه وعباره عن هدوء نفسي وعباره عن سلام نفسي كمان، ما فيش فيه حقد ولا فيه اي توهين لاي حد يعني. ايوه. حبيبي يا شريف. طب قول انت بقى. لا انا مش لا انا عايز اقول لك انا يعني انا شريف اكرامي يعني من اول ما دخلت النادي الاهلي واحنا مع بعض مكملين مسيره طويله من مراحل الناشئين سواء مع النادي الاهلي او منتخب الناشئين ومنتخب الشباب ومع المنتخب الاول ومع النادي الاهلي، يعني السنوات طويله كنا قاعدين مع بعض في اوضه واحده. شريف اكرامي انا طول الوقت بقول ان هو من افضل الحراس اللي موجودين في مصر، و يمكن شريف مش محظوظ بس الاصابات اللي جات له في الفتره الاخيره، لكن شريف انا شايف ان قدامه سنوات طويله في النادي الاهلي، وزي ما قال بيبقى صعب جدا انك تخرج من الملعب ويبقى عندك اصدقاء بجد. صح. اخوات. صح. فانا شريف بعتبره اخويا يعني على طول باستمرار مع بعض سواء من الناحيه الاسريه او من انا وشريف مع بعض لو مسافرين بنتقابل، لو غير كده بنتقابل في البيت. بتشرف ان انا خرجت بالكوره بواحد زي شريف اكرامي، واحد زي احمد فتحي، لان الناس دي بجد رجاله بجد، ناس بتحب النادي بجد، ناس مخلصه في عليهم دور كبير كمان. بالظبط، ناس مخلصه في عملها. يمكن شريف ويمكن انا قبل ما اعتزل وحسام غالي من قبلي وحسام عاشور دلوقتي واحمد فتحي واللعيبه الكبيره بيحاولوا بقدر الامكان يشيلوا الضغوطات من على اللعيبه الصغيره او اللعيبه الجديده، وبيحاولوا يشيلوا المسؤوليه من عليهم. اي نعم هم عليهم مسؤوليه، لكن بيحاولوا يوصلوا لهم ان انتوا العبوا من غير ضغوط، العبوا باريحيه، العب راجل في الملعب وفي الاخر هتلاقي الناس كلها واقفه معاك. فانا يعني بتمنى لشريف التوفيق الفتره اللي جايه، وربنا يكرمه والفتره اللي جايه يرجع. الشناوي موجود وشريف موجود، والمنافسه دي منافسه محترمه وهتفيد النادي الاهلي وتفيد منتخب مصر، وشريف قادر باصراره وبعزيمته ان هو يبقى موجود ويرجع ويبقى حارس مرمى النادي الاهلي مع الشناوي. ويعني مش انا ما بحبش الكلام الكتير عشان الناس ما تفتكرش ان احنا بنجامل بعض، لكن شريف 10 سنين واخويا طبعا. حبيبي ربنا يخليك حبيبي. شريف، اهم الحاجات اللي عشتوها مع بعض، الناس بتحب تسمع الكواليس، الذكريات اللي بينكم وبين بعض من ايام ما كنتوا بتلعبوا في منتخب الشباب لغايه النهارده، او ما كان بيكلمك امبارح زي ما هو بيقول عماد. والله بص على قد ما تقدر طبعا. حياتك عباره عن مراحل. مرحله الشباب دي كانت من اجمل المراحل، كان كلها طاقه وكلها احنا اهداف عايزين نحققها، وحققنا فيها اهداف كويسه جدا، حطت من كل واحد فينا في طريق مختلف. يعني يمكن صنفت عماد مهاجم الاول النادي الاهلي اول ما جينا من كاس العالم على طول، وحطيتنا انا في بدايه طريق احتراف، وكل واحد فينا خد هو ابتدى رحله مع النادي ورحله مع المنتخب، وانا رحت خدت رحله مع في الاحتراف والفاينل، وبعد كده رجعنا اتقابلنا تاني. المرحله بتاعت النادي دي هي تقدر تقول هي كانت اكثر مرحله فيها تقلبات. لان انا ما قعدتش انا بقالي لحد دلوقتي يعتبر 9 سنين 10 في الفريق الاول، انا ما قعدتش مع اثنين بس في الاوضه خلال ال 10 سنين دول. ابتديت معاهم كانت فتره طويله حوالي 4 سنين، كنا زمان غرفه واحده، بعد كده عبد الله السعيد. بس في الاربع سنين دول بقى انا كان فيهم يعني نجاحات ويعني اخفاقات، وكان فيهم ضغط جامد جدا، وكان فيهم مراحل. يعني انا مش عارف طبعا انا يعني فتحت متاخر، انا مش عارف اعمل اتكلم في ايه بالظبط في المراحل دي عشان انا مش عارف احط مرحله وكم مرحله. انما في البدايه انت في النهايه لما بتقعد بقى وبتفتكر الذكريات دي كلها بتحس ان هي ما تقدرش الثمن. حتى خلي بالك حتى بالظبط صح اللي مثلا بيبقى فيها ضغط، بيبقى فيها مشاكل او خناقات او في الاخر بنقعد نفتكرها ويعني بنضحك فيها. انما في حاجه بس اسامه عايز اضيفها بس قبل ما انساها. اتفضل. عماد بيتعب ممكن هو يكون اخر سلسله في جيل كان جيل قوي جدا جدا، انت طبعا واحد منهم، ومرورا بوائل جمعه وابو تريكه وابو سيد معوض وحسام غالي وعماد متعب. الجيل ده فنيا كان جيل عالي قوي. انما مش الصعوبه انك تعوض الجيل ده فنيا، لان انت وارد النادي الاهلي ولات، هتجيب النهارده هتجيب بعد سنه هتجيب بعد 10.
فنيا ما فيهوش مشكله، انما الصعوبه هتقابلنا ان انت ازاي هتعوض الشخصيات دي بشخصيات زيها. برافو عليك. شخصيات زينا من حيث المسؤوليه، من حيث تحمل الضغوط، من حيث ازاي تبقى عندك روح جماعيه وفكر جماعي. ايه دي الحاجات اللي احنا مش بس على مستوى الانديه، اعتقد على مستوى المنتخبات، واحنا حسينا بالمعاناه دي الفترة في كأس الأمم الأخيرة، وأعتقد إن دي هتبقى مشكلتنا الأكبر. إن أنت إزاي تجيب لعيبة إمكانياتها الفنية عالية قد ما تقدر تجيب لعيبة عندها مسؤولية كبيرة تقدر تتحمل الضغوط وتقدر إن هي شخصيتها تناسب النادي الأهلي. مظبوط مظبوط، شخصيتها تناسب النادي الأهلي. صح، هي ده الأهم. بالظبط. آه بالظبط، هو ده التحدي، هو ده التحدي الأكبر اللي موجود عند الأندية دلوقتي، وتحديدا في النادي الأهلي، وعند الجيل اللي موجود دلوقتي. وازاي ده احنا بقى دورنا احنا اللي عماد كان بيتكلم فيها، ازاي احنا دورنا احنا كلعيبه قديمه ولعيبه عندها خبرات، ان انت ازاي تزرع ده في الجيل الجديد، او اللعيب مش بس الجيل الجديد اللي طالع واللعيب الجديد اللي جاي من بره والناشئ اللي طالع، لان هي دي اساس نجاح النادي الاهلي. مظبوط. بس فعشان كده انا كنت حابب ان انا يعني اقول الحته دي، لان ممكن يكون غايب عن الجمهور ان اللعيبه دي مش بس فنيا ليها علامه، لا اللعيبه دي شخصيا ليها علامه كبيره جدا جدا، ان انت كنت تكون اكبر من العلامه الفنيه. صح. يعني شريف، اولا شريف من اللاعبين المثقفين جدا. اه طبعا بيقرا كتير، يعني انا كنت قابلته مره بالصدفه بره، لو ما اعرفش فاكر ولا مش فاكر يا شريف، كنا احنا الاثنين بره مصر. شريف بيقرا كتير ومتفوق دراسيا ومتفوق دراسيا. بالظبط. يعني من الناس اللي تحب تقعد تتفرج عليها وهو بيتكلم كمان، تحب تتكلم معاه كمان. يعني شريف حتى في الاجتماعات وهو بيتكلم مع اللعيبه لا بيعرف يوصل الرساله بهدوء، وامتى يعرف يعني في الاوقات الصعبه اللي كان بيقابلها النادي الاهلي، كنت دايما اكلم شريف اقول له يقول لي لا ما تقلقش، انا مكلم ده وبيتكلم وقاعد وقلنا وعملنا يعني دور بيبقى مضاعف يا عماد في الوقت ده. كل ما بتبقى مسؤول وانت الكبير او الكابتن في النادي، المسؤوليه بتزيد عليك بشكل كبير جدا، حتى لو انت عليك ضغوطات او انت مظلوم، انت لازم تسكت ولازم تتنازل، انت تفكر في مصلحه النادي وطول الوقت تفكر في مصلحه النادي ومصلحه الفرقه بعيد عن مصلحتك. شريف بيعرف امتى يتعامل مع المواقف كلها، بيعرف ازاي يلم الفرقه مع حسام عاشور ومع احمد فتحي، يلموا الفرقه ويجمعوا الفرقه في المواقف الصعبه جدا، تلاقيهم هم اللي موجودين وهم اللي شايلين الفريق، وده دورهم في الفتره اللي جايه. طب شريف، لو عايز تقول حاجه اخيره لعماد متعب تقدر تقول له ايه؟ شوف، انا هقول له حاجه مش كليشيهات بقى، يعني مش عايز اقول كلام مكرر وكلام اللي احنا قلناه. انا هقول له حاجه للامانه انا حاسسها جدا. انا للامانه عماد، انا كنت اتمنى ان انت مشوارك في الملعب يطول عن كده، لان انا اعتقد ان انت كان لسه عندك وكان ممكن يتم الاستفاده منك بشكل احسن من كده بكتير، انما في الاخر هي اقدار. الحمد لله. هي اقدار. الحمد لله. لان زي ما انت شايف احنا يعني انا وعاشور حاليا وفتحي ووليد يمكن ما نعتبرش اللعيبه الاكثر مشاركه في الفريق دلوقتي. صح. انما مش معنى ان انت مش اكثر مشاركه ما بيكونش ليك دور، فانا كنت اتمنى ان عماد يكون موجود معانا، وحسام يا ريت يكون معانا، حسام كان قادر يكمل. صح. انما يعني يمكن الظروف او في ضغوط بشكل ما حصلت تخلت ان هم ما يقدروش يكملوا معانا، فكنت اتمنى ان هم يكونوا موجودين. الحمد لله. لان فعلا فعلا احنا مفتقدين جدا جدا كلاعيب كبار وصغيرين، نوعيات وشخصيات من اللعيبه اللي هتكون موجود معانا، انما ما حدش عارف الخير فين، واعتقد ان عماد هيكون ليه دور خارج الملعب مع النادي الاهلي. مش معنى ان هو دوره مش موجود في الملعب دلوقتي ان هو خلاص انتهى، اعتقد ان هيتم الاستفاده منه بشكل او باخر للنادي الاهلي، لان عماد من الكوادر المهمه اللي يجب على الكره المصريه انها تستفيد منها، ولو الكره المصريه بتستفيد يبقى من باب اولى، والنادي الاهلي هو بيته، فاعتقد ان هو هيبقى ليه دور ان شاء الله في النادي ويكمل المسيره من خارج الملعب باذن الله. انا بشكرك جدا يا شريف، شكرا جزيلا يا نجم على وجودك معانا. انا بحب اسمع شريف، بسمع كلامه، بيتكلم كويس جدا، مثقف من القليل.